ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. خرجنا الشارع المغربي كما العادة، كل إعادة فإفادة باش غنسولوا المواطنين إلى دازوا عندكم صحاب الإحصاء أشنو تبغيوا الأسئلة اللي سولوكم، وتتعرفوا أشنو قالوا المواطنين وشنو الأسئلة اللي بغيو صحاب الإحصاء يسولوهم. أجيو معايا. دازوا عندك صحاب الإحصاء ولا باقي؟ أخويا باقي، ولكن داك السؤالات ديالهم اللي كيلقيو ما عندهمش الكفايه بهذا الشيء اللي واقع. اشنو الاسئله اللي تبغي يسولوك فيها؟ انا بغيت يسولوني على المسائل الخاصه ديال جميع الناس. المسائل الخاصه ديال جميع الناس راه معروفه في هذه الساعه هذه، ما هي هذه المسائل؟ وهو الغلاء ديال جميع الوسائل كلها. واش عباد الله واحد زادوا له البوطه 1000 فرنك وهذا، وكاين اللي ما كيصورش حتى ديك 1000 فرنك في النهار. عاد ارى لينا المواد الغذائيه الاخرى، كلها تزاد كتزاد ليل ونهار، ما كاين لا مراقبه اللي كيراقبوها ولا شي حاجه. الاسئله اللي تبغي صحاب الاحصاء يسولوك فيها. المهم على المعرفه ديالي، انا زيادتي 71، كنعرف الاحصاء العدد ديال السكان، لكن انا مع كل احتراماتي بغيت ندير لهم حتى مصالح اجتماعيه. يعني سقسوني اش كنخدم، شكون المعيل ديالي، واش كنقدر على المواد اللي كنخلص بحال الطريطه اللي داروا ليا، بحال دابا انا ليغامون مريضه، واش شحال كنصير، ما يقولش الويفي، يشوفوني الداخل ديالي كيفاش عايشه. المواد الغذائيه علاش غاليه؟ اش نقول لك المواد الغذائيه علاش غاليه؟ ونسول رئيس الحكومه علاش غلات، هو اللي غنسولو علاش غلات، وعلاش الحولي وصل 160، ولينا هذاك مواطن مغربي دري، يعني عنده باك بلس 2، عنده ماستر، جايبين ولد ولد ستاج. اما رئيس الحكومه اللي خصني نهضر معاه علاش هادشي، ما يمكنش انا نهضر على دري غيدوز الاحصاء نقول انا الغلا، حتى هو غيقول لي انا الغلا. اي واش غنقول هذا؟ ماشي رئيس الحكومه اللي غيعطيني هادشي علاش؟ ولكن اخويا المشكل اللي كاين هو دابا بداو تيحصوا في الناس، العوام الفايته حصوا الناس، ولكن ما شفنا حتى شي نتيجه. دابا هنا في الاحصاء بداو تيحصوا شحال عندك من البيت، شحال عندك من التلفازه، اش من طوموبيل عندك، اش من السياره عندك. وشنو الاسئله اللي تبغي انهم يسولوك فيها؟ يسولونا واش ما عندناش فلوس الضوء، واش ما عندناش فلوس الماء، واش ما عندناش فلوس باش غادي نخلصوا الكرا، واش ما عندش هذا الانسان مسكين ما خدامش، خاصو واحد المبالغ خفيفه باش هذا الانسان يقدر يعيش، يقدر يخرج ياخذ واحد شويه ديال المواد الغذائيه. الطبقه الهشه راه عندها تليفون. هي في النظر خصهم يسولوك واش معشي واش مغدي. هما خاصهم يسولوك خويا، دقوا عليك بحال كيقول لك خويا هاك هاد الخنيشه ديال الزيت، هاك هاد البيدو ديال السكر، هاد القريعه ديال الزيت. هذا هو الاحصاء. هذا هو الاحصاء. خويا واحد ما عندكش واحد الطير ديال الدجاج هاك عاون به، دوك الوليدات تا مرقه ديال راه واقفه. هذا هو الاحصاء. وجي عندي، يجيو عندي دقوا عليا يقول لي خويا ما يدخلوا دابا الدراري الدخول المدرسي، جي عندي يقول لي هاك اخويا الشكاير، هاك الدفاتير، هاك الطابلي عطى لهاد الوليدات. هذا هو النجاح الكبير. هذا هو الاحصاء. هذا هو الاحصاء بالنسبه لنا. وفي نظرك علاش كيحصيونا؟ ما فهمتش اخوات خافوا ولا نهربوا؟ حنا راه هربانين، حنا راه هربانين. يلا يقول لنا مثلا الاسئله اللي بغى يقول لنا مثلا الاسئله ويسولونا مثلا، فهمتي ماشي ديال الزياده وهادي، وشو يذكروا على هذه المواضيع اللي هي مهمه للانسان، فهمتي؟ شو بنادم واكل شارب، فهمتي؟ بنادم الزياده هادي، فهمتي؟ كتشوفوا الزياده كيدايره وهادي كيفاش هادي، واش كيفاش كتسيروا الشهر ديالكم مثلا، كيفاش هادي، كيفاش هذا السكويله جايه، فهمتي؟ المدرسه هادي، واش هادو هما الأسئلة اللي خصني نقولها. دابا الأسئلة اللي يقلبوا هنا، شحال من واحد كاين هنا، شحال من واحد كينعش، شحال من واحد كاين اللي عندهم بيت واحد، يجي ثلاثة كيخرجوا بالليل، فهمتي؟ يعاودوا يدخلوا آخرين يجيو كيديروا النوبة، كيديروا النوبة على الناس. الأسئلة بشكل شوية كيقول لك شحال من بيوت عندكم، شحال من خطوط، حنا غنهربوا ولا شنو؟ ولا غتزيدوا لنا شي بيوت في الدار غنستافدوا من شي حاجة؟ ما كانت حتى شي حاجة. شحال أنتم كدوزوا؟ شحال عندكم من خوت؟ شحال هاد غلاء الأسعار؟ خصهم يدويو على هادشي ديال غلاء الأسعار، ينقصوا شوية، راه بنادم بزاف فهمتي كيخدم بالليل وبالنهار، الله الله يتكافى مع ولادو، فهمتي؟ يعني هادشي بزاف عنا، بزاف علينا، والشباب ضايعين بزاف. كاين اللي عندهم الباك والماستر وضايع ما داير والو في حياته، فهمتي؟ سولوني واش خدامه، عندك ما تاكلي، عندك ما تشربي، كاريه، يعني هادشي. هادي هي الاسئله اللي بغيتيهم يسولوك فيها. يعني الحياه اليوميه كما الغلا كما تيسولوا لي، هما عارفين ولكن ما تيسولوش عليه. ما كيسولوش على الغلا؟ ما تيسولوش. كيسولوا شحال من بيت؟ شحال من بيت، تيشوفوا الثلاجه، تيشوفوا هذا، خصوصا اللي كنتي ساكنه في شي بلاصه شويه هذا، تيقولوا راه كل واحد الله اللي عالم به.
حيت البلاصه اللي ناقيه راه ساكن الناس اللي عندهم اللي ما عندهمش، ماشي الناس كلشي. في نظرك علاش هما كيحصيون هذا الاحصاء هذا في نظرك؟ واش نقول لك؟ ما عرفتش. خافوا لنا نهربوا. وقيله وقيله.